كده. انا حتى النهارده كان في بريمن، انا كاتب مقال اسمه مستقبل كرة القدم في يد مين؟ هل هي في يد الوزير؟ ولا في يد اتحاد كورة؟ ولا في يد الحكومة؟ ولا في يد الأندية؟ ولا مين بالظبط؟ أنا مش لاقي لها معنى. يعني احنا بنبص على كرة القدم الموجودة على مستوى العالم الخارجي أو حتى دول الجوار، هتلاقي في تقدم مذهل وكبير جدا حتى في البنية التحتية. احنا هنا تطلع من الوزير يخش في لجنة ثلاثية، تخش من لجنة ثلاثية تخش على الاتحاد، تطلع من الاتحاد تخش على الأندية، وحتى الآن لم نقيم حتى وزارة الداخلية. يعني يمكن انت كنت بتتكلم على موضوع الجماهير، وانا اتحداك واتحدى وزير الرياضه اذا رجع الجمهور. احنا بنتكلم على الماتش بجاية بس. بجايه ماشي، خد بالك عمليه التنافس في عدد النقاط والدوري والكلام ده مشكله كبيره جدا بالنسبه للداخليه. واحنا ما بنصدر، احنا اللي بنصدر المشاكل الداخليه ليه؟ لان احنا كناس مسؤولين الرياضه ووزاره رياضه وانديه واتحاد مقصرين في عملنا اللي بيوصل للداخليه بعد كده ويصطدم بالجماهير. فعشان كده اعتقد ان انا اتحدى وزير الرياضه لو رجع الجمهور حتى لو 1000 واحد في اي مباراه من الاهلي والزمالك في الدوري المصري، اتحدى. لان حتى الان البنيه التحتيه او شروط الامن والسلامه او ما يحتاجه الملاعب وتحتاجه الملاعب المصريه عدا ملاعب الجيش غير مهيئه بالمره. بس هو برضه مش قرار الوزير، مش قرار وزير الداخليه، مش قرار وزير الشباب الرياضه، هو في النهايه برضه بيرجع لوزاره الداخليه. انا موافق، بس الوزير الرياضه عنده 14 ملعب تابع لوزارة شباب الرياضة لم يتم إصلاح ما كان متواجد في الفترات السابقة. فأنا في رأيي إن ده مقصر جدا جدا في طريقة عمله. مش عايزين نتكلم على موضوع الوزير أو أي حاجة. مش صعبان عليك برضو استاد القاهرة المهجور ده؟ طبعا مهجور. صعبان عليا اتفرج على ماتش ريال وبرشلونة النهاردة، بنتكلم على 95,000 متفرج. صعبان عليا إن احنا نكون في ملعب هزاع بن زايد ويكون عندنا لا يقل عن 25 او 24 الف متفرج من الجمهور المصري موجودين، وانا اختزل هذا الموضوع ان الجمهور المصري كان خايف من قانون الترحال. صحيح. لا طبعا. القانون، الجمهور المصري اثبت في مباراه نيجيريا ب 75 الف متفرج، وكان الساعه المحدده او المخصصه 40 الف، ان هو جمهور عاشق او يتمنى او ذواق او نفسه يقعد في ملعب او يتفرج على مباراه لايف حقيقي هوا، ما يقعدش على القهوه والكافيهات وفي البيوت. فكل الكلام ده لازم يوصل لوزير الرياضه، ولازم يوصل للاتحاد المصري، ولازم يوصل للحكومه كلها. هل الحكومه شايفه ان كره القدم صناعه؟ هل الحكومه شايفه ان الدوري المصري في الوقت الحالي ممكن يكون جاذب للسياحه، اقتصاد، امور سياسيه، حاجه امنيه؟ كل الامور دي لازم تكون محطوطه على الترابيزه.